احمد الشيخ بيرفض عرض المقاولين العرب. تم عرض الاول من المقاول العرب انه يضم احمد الشيخ؟ انا عن نفسي انا يعني اول مره اسمع هذا الكلام. لا يعني غض النظر انا كلامي في اللعب يعني. ناخد ايجابي ولا تعليق ولا سلبي على الخبر اللي هو بيرفض عرض المقاولين؟ سلبي. خمس فاضل خمس ثواني واقف التايم خلاص ولا اخترنا خلاص اوكي. سلبي الاول بس انت بتقولي لا ما عن نفسي ده اللي هو انت حضرتك المشرف عضو مجلس اداره ما حصلش خالص اطلاقا. اجتهادات هل وكلاء اللاعبين بيعملوا ده عشان نرجع تاني ترويج اللعيبه؟ لازم نبقى عارفين كويس قوي. مع احترامي للاعب وانا بتكلمش ولكن انا دايما بتكلم على الحقائق. وكلاء اللاعبين دايما بتيجي تروج زي ما يعلو لها وبيبقى للاسف اللعيبه احيانا ضحيه هذا الكلام. يعني ما بيعرفش يقول لك وكيل اللعيب ده جاي بيقول لي مثلا في النادي الفلاني فانا بالظبط كده لكن ما حصلش. طب سلبي للصحفي ولا لكل اللاعبين؟ سلبي لمين؟ للصحفيين ولا للاعبين؟ سلبي للاثنين. للاثنين. طب احمد الشيخ نفسه بقى كلاعب لعب كويس كويس. طيب تعليق بيبان قوي ما بين السطور.